مرحبا شباب، وياكم علي محمد من قناة يونيك تيكس. اليوم شو راح اسوي لكم فد مراجعة سريعة وخفيفة السوفت وير الاوبن دبليو ار تي، اللي هو يعتبر فد شيء اوبن سورس مبني على اللينكس، يتنصب بالراوترات، يعطيك امكانيات عالية كلش بدل الامكانيات العادية اللي تقدم لك اياها الشركة المصنعة للراوتر. يعني اذا مثلا عندك راوتر تبلينك تقدر توخر السوفت مالته، تنصب هذا السوفت يعطيك امكانيات عالية، راح نشوف بعضها من خلال تجربتي الي. بس هم ملاحظه شنو هذا السوفت وير، اي راوترات بها رام 32 وفلاش 4 ميجا بايت هذا ما يفيدك نهائيا، يحتاج فشي مواصفات قويه حتى يشتغل. يعني مثلا عندك التبلينك ال 941 و40 هذا ما يفيدك تستخدمه، تحتاج فشي مثل الارشر او المايكروتك 951 اذا تحب تستخدمه بدل المايكروتك حتى يعطيك كل الامكانيات. زين، خلينا نشوف بعض الامور بيه. انا استخدمته بصراحه على المايكروتيك 951 لان ما متوفر عندي غير هذا. مثل ما قلنا شباب، فكرة السوفتوير هذا اول ما تنزله بالجهاز ينطيك شلون نقول البيسكس، تمام؟ اذا تحب تضيف امور اكثر اليه تقدر من خلال خيار السوفتوير تضيف الباكجات اللي تعجبك. يعني مثلا اذا تسوي update list، لحظة شباب، ياخذ شويه وقت على مود يحدث لك الليسته مال الباكجات. دسمس، يعني مثلا عجبني اضيف فرضا باكج الفي بي ان مثلا، فراح تلاحظ اكو باكجات هوايه تقدر تنصبها وتشتغل بها. فهاي فكره ال شلون نقول مثل المتجر، شلون المتجر بالاندرويد بي هو ايضا باكجات، باكج مانجر، تمام؟ فخلنا نشوف بعض الامور اللي اني استخدمتها ب مثلا عندك الاوبن في بي ان، يدعم لك الاوبن في بي ان، تقدر تشتغل تسوي سيرفر تسوي كلاينت بكل بساطه. مثلا الاد بلوك هذا يقدر، هذا تقدر تحضر به مواقع معينه، تطلع تسوي ريبورت للدي ان اس مثلا، شيء حلو به. اذا انطينا ريفرش مثلا راح تلاحظون مثلا الايباد مالتي فاتح جوجل، فتشوفون الهيستوري. هاي اذا تريد تحضر بعض المواقع. شادو سوكس هذا ايضا في بي ان سيرفر مثلا، تنصبون مثلا البانوث مانجر مونيتور العفو ديسبلاي وتشوفون السحب مال الاجهزه. اوكي، امكانيات كلش حلوه به. وبعد شنو عندكم الاوفر فيو مالته حلو، يعرض لك المختصر للشبكه كليته، الرام والتوتال والى اخره. برمجته بسيطة كإعدادات أساسية كلش بسيط، ما بشي. يعني إذا تريد مثلا على عن طريق الانترفيسز تقدر تشوف الانترفيسات اللي عندك. هسه راح اشرح لكم شنو اللي أنا مسوي به. بس اللي عجبني به أنه أنا أقدر أسوي بهذا السوفتوير، إذا مثلا خليته براوتر فرضا الأرشر، أقدر أنا أسوي به لود بالانسينج باعتبار التبلينك ما يدعم اللود بالانسينج. فمثل ما تشوفون مثلا انا ضايف خطين بالجهاز، وعندي مثلا اللود بالانسنج هنا نصبتها للباكج من الباكج مانجر من السوفت وير، فصار عندي خطين بالراوتر، واحد عن طريق الكيبل واحد عن طريق الفيلان، وتقدرون هذا الشيء تضيفوه عن طريق اللود بالانسنج وتسوون اعدادات اللي تفيدكم حتى تحصل شلون نقول سرعه اعلى. شغلات هاي الاساسيه طبعا بدي اشرح لكم اياها. اللي يحب مثلا الجيمنج او يحدد سرع يقدر ينصب مثلا الاس يو عفوا الاس كيو اي ام الاس كيو ام العفو محافظه او الكيو او اس، تقدر مثلا تحدد سرع وتضيف اد وتحدد اللي تريده براحتك. بي شغلات كلش هوايه، يعني الاف الباكجات تنصبوها وتسوون اللي يعجبكم. تمام شباب، هاي طبعا مراجعه كلش سريعه، ما حبيت اطول عليكم، لكن اللي مأخرني ومخليني اتجنب شرح الاوبن دبليو ار العفو الاوبن دبليو ار تي، نعم، انه لانه اوبن سورس فامكانيه حذف اي باكج وارده بالغلط. اوكي، فانت اذا حذفت باكج بالغلط ممكن يسكت عندك الجهاز، مو مثل السوفت وير المغلق. اوكي، فاي شيء تحذفه ممكن يوقف. وثانيا امكانيه استرجاع تحتاج عندك خبره او على الاقل امكانيه معينه باللينكس حتى تفتهم الموضوع. فهم ما مخلين
جايد معين حتى مثل الدي دي دبليو ار تي يرجع بسهوله، لا شوي ترجع بصعوبه خصوصا التبلينك. فلسبب انا دائما احاول اتجنب اشرحها حتى لا اسبب مشاكل، بس هاي يعني مراجعه اوليه للسوفت وير هذا. تمام شباب، نرجع هنا. بإمكانيات عالية كلش، يحتاج دورات كلش هواية حتى تقدر تستخدمه، بس مبدئيا إذا أنت تريد تنصبه بدون ما تنصب الباكيجات تقدر تستفاد من إمكانية الوايرلس مالته، باعتبار أنه أداء عالي كلش، تقدر تتحكم بالباور وتبث أكثر من الشارع، كل شيء اللي ببالك تقدر تسوي من خلال هذا السوفت. الصورة تلاحظون هنا مثلا أني أقدر مثلا أرفع الباور، هو هذا جهاز اندور انا مستخدمه، اقدر ارفع باور اخليه اوت دور مثلا 27 28 براحتي. اوكي شباب، بامكانيات حلوه بس تحتاج شخص عنده يعني واهس. اوكي، الشخص العادي احتمال يضرب بيد الراوتر ويتلف، فلهالسبب انا حذر من هذا الموضوع. اتمنى تكون هاي المراجعه السريعه مفيده لكم. تقبلوا تحياتي، اخوكم علي محمد.